تارك الصلاة ورأى قوما ترضخ رؤوسهم ثم تعود كما كانت، فقال جبريل: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن تأدية الصلاة. الرضخ هو كسر الرأس، يعني تخيلوا لو أن إنسانا تكسر عظام رأسه بصخرة ثم تعود كما كانت ثم تكسر من جديد بصخرة، أليس هذا منظر بشع، منظر فيه تعذيب؟ هذه أيضا صورة من صور الذين لا يؤدون الصلاة في وقتها، من صور تعذيبهم. وكم من أناس لا يصلون، من الكبار في السن ومن الشباب أيضا والشابات، يهجرون الصلاة ويتركونها ويتكاسلون عن تأديتها. ومنهم من يتكاسل عن تأدية الصلاة في وقت دون وقت. هؤلاء وهؤلاء داخلون في هذا الوعيد، يستحقون هذا العذاب في يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بلحظات، قبل خروج روحه بلحظات، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال للناس: الصلاة الصلاة. ما معنى الصلاة الصلاة؟ معناه حافظوا على الصلاة، احذروا أن تضيعوها. هذا منصوب على الإغراء، الصلاة منصوبة، ليست كذلك؟ منصوبة على التحذير، يعني احذروا أن تضيعوا الصلاة، وهو في آخر أنفاسه عليه الصلاة والسلام.